تشرب هزين. حسن باشا موصيني عليك، واضح ان هو بيحبك قوي. امي دعت لي يا باشا ان ربنا يوقفني ولاد الحلال، والظاهر ان دعواتها صابت باب سماء مفتوحه. طمن يا زين، لو ليك حق هنجيبه ان شاء الله. الناس المفروض تخاف يا باشا من اللي بيجيب حقه بدماغه مش بدراعه، وانا بجيبه بالاتنين. سيبها تطلع. في ايه؟ عاوز اعترف بكل حاجه يا باشا. في ايه يا ما؟ زين ملوش دعوه بموضوع المخدرات يا باشا. انا اللي حطيت المخدرات في الشنطه. الكلام اللي بتقوليه ده ما هو ده اللي حصل يا زين. زين بالله كنت اقصدك، انا كنت عايش منها لما قلبك يفضى من جميلها من اي مكان فيه. بس خلاص الدياب قطع وسكت كل حاجه، انت الوحيد اللي هتقدر توقف لهم يا زين. عشان باشا اعتبر مها ما قالتش حاجه، انا معترف بكل حاجه وشايل القضيه. لسه كان بقى ابيض ونضيف، ما عادش ينفع خلاص يا زين عشان يروح على فشوش. ولو رجعت اعيش مع الدياب هيموتوني. اخرج من هنا، خد حقك وحقي منهم. فين المحضر يا باشا عشان امضي عليه؟ طيب احكي لي بقى اللي حصل كده من الاول خالص. اللي حصل مصيبه وحلت على اللي خلفوكوا واحد واحد. ايه يا حافي؟ البنت بقى اعترفت بكل حاجه. قالت على حوار المقبره؟ لا، هي شالت حوار المخدرات بس. يا نهار اسود، يا ربنا يقلي بختي كمان. أصيلة زي أمها. أيوة معلم، هي أصيلة، هنسيبها بقى كده نخلى بيها؟ لا يا راجل، أنا أصيلة أنا كمان. لما ربنا يفك سجنها وبجوزها لك. بلاش، أنت تمامك تحفة، ما أشوفش وشك غير لما تقولي المقبرة اتفتحت. بس يا معلم، من غير بس، من غير بس. امشي يا دي هش الفقر يا شو. ما هي النسوان كده، في مكعب محني اللي تخش ومعاها الساعة، وفي البومه اللي منين ما خدتي كره في رجليها الخراب. حبيبه حلي يومك بدل ما طلعك بالثلاثه ده. يوم الاسود ده كده زين ممكن يخرج براءه. انا خايفه قوي يا عزوز. تخافي من ايه انت التانيه؟ انت في عزمه راجل ذكر. العقل زينه برضو يا عزوز. زين بعد كل اللي اتعمل فيه قال له هيبقى لي غرض يخلص حق. تعيل غلوب غلبان طيب يعني. الايام دي ما تخافش غير من الطيب، لما الايام تيجي عليه. الله صحيح، دعبس طلع وبلم رجاله. سيبك من دعبس والكلام الفاضي ده، باب المقبره يتفتح ونقفش من رجب الخانكه، نفرق ونفترق خلاص. الحاره دي ما عادتش من مقامنا. بقولك يا مراسي، أنا مش هسيب الحارة، أنا كبير هنا. اللي عايز يفارق يفارق، والكلام للكل. فرج، دفعت تأمين المزاد؟ حصل يا معلم، والمعلمة ناهية نازلة واخدة فلوس معلمين السوق وناوية وإن هي لله تبقى شوكة في ظهرنا. إيه؟ ده كده هتبقى خراب. يا معلم خانك، فلوس فين؟ ما انت امرت وقلت وقلنا هنمضي من غير كتر كلام. ابعت الفلوس على المستعجل. ماشي، سلام. منوره يا ام ادم نادي. يا اختي سيبك من تلقيح الكلام ده دلوقتي وشوفي المعتوهة بنتك والمصيبه اللي هي عملتها فينا. معتوهة بنتي تغور في 60 داهيه هي واللي خلفوها. المهم دلوقتي المصلحه.
ولا ايه يا عزوز؟ عيني العقل يهم. مبروك يا زين، مش عارف اشكركوا ازاي بصراحه. شكرنا على ايه؟ ده شغلنا يا زين. اللي مالكوا ده عرض دوركوا في شغلكوا برضه يا باشا. مش فاهم، يعني ايه يا زين؟ سيب الايام تجاوب بقى يا باشا. الخلاصه ان ليكوا في رقبتي جميل وانا هرده لكوا. انا عايزك يا زين ترجع ورشتك وتشوف اكل عيشك وتسيبك من اللي في دماغك ده. ورشتي بقى يا بيه وشقه؟ واسيب ماليه لمين؟ ألف شكر يا بشوات، متشكر حسن بيه. ألف ألف شكر. شكرا يا شام بيه. الحمد لله على السلامة يا زين. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة يا زين. الحمد لله على السلامة. أمي حضرت لك الأوضة اللي تحت السلم. أنا مش هرجع للشقة تاني. ناوي على إيه يا زين؟ ناوي أجيب آخرها وأرجع حق اللي راح. أنت لازم تفرج الحتة. أبوي كلها كام يوم وطالع. أنا مش همشي من حتة أنا الكبير فيها يا نايا. صلي بالمتر شفيق. نايا احنا سكاكنا مش واحدة، كفاية جمال لحد كده.